كمان خلينا ننتقل إلى أفلام وفيلم ساندويتش عيال اثنين في واحد. وهنا في هذه الأفلام لاحظنا أنك بتناقش قضايا الأسرة والمجتمع وبالتحديد الطفل، وهذا شيء صراحة رائع جدا بأنك تتبنى قضايا المجتمع حتى لو جاءت في قالب كوميدي. ليش حبيت أنك تخوض هذه الأفكار أو هذه القضايا وتطرحها وتركز عليها؟ لأنها والله هي ظاهرة احنا لمسينها، يعني حتى الفيلم سبب نجاحه بعد ربنا سبحانه وتعالى ان كل الاسر او كل الافراد لمسة المشكلة دي بالفعل. اذا كان عندهم هم شخصيا او عند اقاربهم او اللي حواليهم. فدي ظاهرة، خاصة ان انا اشتغلت فترة محامي لاني خريج حقوق، فكل اصدقائي بالتالي يا اما وكلاء نيابة يا اما في السلك القضائي، فأنا شايف ده بقى في السنين الأخيرة ظاهرة كبيرة جدا، ودايما الأب والأم متناسين تماما المشكلة اللي ممكن يسببوها للطفل. يعني دايما هما بيبص لحقوقهم فقط، فحبيت أن أنا أقول يعني كأن أنا محامي لهؤلاء الأطفال كفنان يعني.